بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في حلقة اليوم سأتحدث عن تغيير حالة الأحرف والتبديل بينها. نضرب مثال، أنا عندي مثلا متغير اسمه تكست، سأدخل به النص التالي، مثلا كلمة Hello World. كما نرى أن النص هنا مكتوب حالة الأحرف هنا صغيرة، نسميها lower case، فأريد أن أغير هذه الحالة إلى upper case. مثلا استخدم هنا أمر print اضع، واستخدم المتغير text وأضغط dot، يظهر لي functions لأن هنا أصبح متغير نصي. هذه functions اللي أمام مني، فأختار مثلا هنا upper، يعني غير حالة الأحرف إلى أحرف علوية. جت كلمة لور وأبر من مفتاح شيفت أصلا الموجود بلوحة المفاتيح. لما بنضغط على مفتاح شيفت فبيكتب لي حالة الأحرف الأبر كيس، يعني الحروف الكابتن. أما كلمة لور اللي هي العكس، لما يكون مفتاح شيفت غير مضغوط فهنا بيكتب الحروف من الجزء الأسفل من الكيس المفاتيح، فبيكتب لي حروف سمول صغيرة. نضغط رن، كتب لي هالو وورلد مكتوبة هنا كابيتال، يعني حولها من سمول الى كابيتال. ده وظيفة ابر كيس. نفرض ان انا عندي حالة عكسية، يعني مثلا انا هكتب مثلا تكست يساوي بين كوتيشن مارك، المرة دي هكتبها كابيتال، مثلا كلمة هالو وورلد. كده انا كتبت التكست عندي كابيتال. اكتب هنا الامر print، واكتب المتغير text dot lower، يعني اكتب لي حالة الاحرف هنا small. نضغط run ونرى النتيجة، كتب لي hello world small، حروف هنا صغيرة بالرغم ان انا كتبتها في النص الاصلي hello world حروف كبيرة. ناخد الحالة الثالثة، انا مثلا عندي التكست هنا بيساوي بين كوتيشن مارك هيلو وورلد، هنا الحروف صغيرة. هنا اريد ان اكتب كود لكي يفحص حالة الاحرف هنا، هل هي حروف صغيرة ام كبيرة. فبنكتب الامر print، وبنكتب المتغير التكست dot is lower، يعني افحص حالة الأحرف وهل هي كبيرة أم صغيرة. نضغط run ونرى النتيجة، هنا فحص حالة الأحرف، وجد أن hello world هنا الحروف lower، الحروف صغيرة، كانت النتيجة true. نفرض أن أنا مثلا هغير حالة الأحرف وأكتب hello world بالأحرف الكبيرة، hello world هنا الأحرف كبيرة. وفي الأمر الثاني بنكتب print text dot is lower، هل الحروف في الحالة السفلية يعني صغيرة. نضغط run، كتب لي false، يعني هنا خطأ، ليست حروف صغيرة إنها حروف كبيرة. العكس، لو أنا كتبت في المتغير النصي الأول hello world هنا بالأحرف الصغيرة، واخترت هنا بدل is lower اختار dot is upper، نرى النتيجة. نضغط run، كتب لي false لأن فحص حالة الأحرف هل هي حروف كبيرة is upper، وجد هنا hello world جميع الحروف هنا صغيرة، فكتب لي false يعني خطأ، الحروف ليست كبيرة. ماذا يحدث لو غيرت حالة الأحرف هنا إلى حروف كبيرة؟ يعني مثلا كتبت hello world بالأحرف الكبيرة، نضغط run، كتب لي true، نعم حالة الأحرف كبيرة. ندخل على الحالة الأخرى وهي
تبديل حالة الأحرف ما بين الأحرف الكبيرة والأحرف الصغيرة، وهو الأمر سواب كيز. يعني مثلا في البداية أنا عندي أمر قد يكون اسمه تكست متغير نصي، بكتب هنا مثلا هيلو كابتل، وأكتب وورلد هنا سمول، أصبح عندي جزء من النص مكتوب علوي أبر اللي هو كلمة هيلو، وجزء مكتوب سمول صغير وهو وورلد، ده أبر كيز وده لور كيز. أكتب print وأكتب هنا المتغير text dot swap keys، يعني غير لي حالة الأحرف. إذا وجدت أحرف كابتل اجعلها سمول، وإذا وجدت حروف سمول اجعلها كابتل. نضغط run ونرى النتيجة. كتب لي hello world، كتب hello اللي موجودة هنا، لاحظ إنها موجودة هنا كابتل، كتبها لي هنا سمول، والورلد مكتوبة في النص الأصلي سمول، كتبها لي هنا كابتل. ماذا يحدث لو عكست؟ أنا كتبت مثلا هنا هيلو سمول وورلد، أكتبها كابتل، نضغط ران، كتب لي العكس، هلو هنا في النص الأصلي سمول كتبها لي هنا كابتل، وهنا كابتل كتبها لي هنا سمول. في تغيير حالة الأحرف اللي هي كابيتالايز. كابيتالايز معناها أنا مثلا أنا هكتب النص الأصلي هنا، هكتب مثلا هلو وورلد، مرحبا بالعالم. نلاحظ كل الأحرف هنا سمول، هستخدم هنا دالة تانية، بكتب هنا دوت كابيتالايز، يعني اعمل كابيتال، حول كابيتال اول حرف فقط في السنتنس الجملة. نضغط ران، كتب كل العبارة سمول ما عدا اول حرف هنا كتبه هيلو موجود هنا، الحرف هنا في النص الاصلي سمول كتبه هنا كابيتال، دي كابيتالايز، غير حالة الاحرف الى اول حرف فقط من الجملة كابيتال. الحالة الأخرى وهي حالة التايتل العنوان، نفرض إن أنا هكتب عنوان، يعني هالو وورلد دي عايز أغيرها إلى عنوان مثلا قطعة أو أي عنوان، فبنغير حالة الأحرف هنا دوت تايتل، نضغط ران ونرى النتيجة. كتب لي هالو وورلد، نلاحظ هنا أول حرف كابتل من كل كلمة لأن هذه حالة عنوان، عنوان مثلا موضوع او عنوان قصيدة او غير ذلك او عنوان ارتكل، فهنا بيكتب الاحرف الاولى من كل كلمة كابتل. ده بالنسبة لتغيير حالة الاحرف في بايثون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.